ومشاهدينا، التعديلات الدستورية التي جرت مؤخرا هي دليل على أن الأردن يسير قدما في طريق الإصلاحات السياسية والدستورية، وأيضا وجه من أشكال الديمقراطية والحضارية في الأردن. حديثنا اليوم سيكون حول التعديلات الدستورية التي وسعت صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات. رح نحكي بشكل أوسع حول هذا الموضوع، وأيضا اللي بهمنا أيضا المخطط الشمولي لعمان. طبعا اسمحوا لي أرحب أجمل ترحيب بضيفي الكريم الوزير الأسبق، معالي الوزير الأسبق، وأيضا سعادة العين المهندس شحادة أبو هديب. أهلا وسهلا فيك معالي. الله يعطيك العافية. أنا دائما بتوسم فيك هذا الوجه الأردني المشرق. الحمد لله. فأهلا وسهلا فيك. يمكن أنا بدي أبلش من البداية بالمهم، وهي التعديلات الدستورية اللي جرت على قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، واللي زادت صلاحيات أيضا هذه الهيئة. نحكي عن التعديلات اللي صارت، شو التغيير اللي صار؟ شكرا. في الواقع يعني أنا سعيد جدا أن أكون معكم في هذا الصباح الخير، صباح الوطن الجميل إن شاء الله. يا هلا فيك. وأصبح على كل المشاهدين مشاهدي هذا التلفزيون العريق. في الواقع أن التعديلات الدستورية الأخيرة تناولت مادة هامة جدا، وهي موضوع الهيئة المستقلة للانتخابات. تعلمين أخت لانا أنه في الانتخابات البلدية الأخيرة اللي جرت قبل حوالي عام، كان هناك جدل كبير، وكان في هناك اجتهادات واختلافات في الرأي، انه الهيئة المستقلة كان مناط فيها إدارة والإشراف على الانتخابات النيابية، وكان يمكن ان تشرف على الانتخابات البلدية، لانه في ذلك الوقت كان القانون النافذ قانون البلديات يتيح لوزارة الشؤون البلدية ان تجري الانتخابات البلدية دون الاستعانة بأي جهة أخرى. فطلبت الحكومة في ذلك الوقت من الهيئة المستقلة أن تشرف على الانتخابات البلدية، لكن كان هناك قول بأن هناك شبهة دستورية في حال أنه أشرفت الهيئة المستقلة أو أدارت الانتخابات في البلديات، لأن قانونها ما بيخولها في ذلك. طبعا الصحيح أنه يعني أنا شخصيا أعتبر هذا المستوى من الحكم اللي هو الحكم المحلي هو من أهم مستويات الديمقراطية. نعم. وكما تعلمين أنه البلديات هي مدرسة الديمقراطية الأولى. نعم. وهناك يعني حديث كثير وطويل حول المجالس البلدية المنتخبة في أوائل تكوين الدولة الأردنية. نعم. وفي زمن الإمارة، إمارة شرق الأردن. نعم. فكانت البلديات على عاتقها مسؤوليات كبيرة وجسام، وكانت قرارات البلديات هي التي تساند الدولة الأردنية في ذلك الوقت. فلذلك أنا أعتقد أنه هذا المستوى من الحكم كان لابد أن يحصن وأن يسير في مساره الصحيح، وأن يكون هناك جهة مستقلة محايدة تدير الانتخابات و تشرف على عملية الانتخابات كما هو الحال في الانتخابات النيابية. والحمد لله احنا في الأردن يعني كان من أهم الإصلاحات اللي تمت انه أنشأنا هيئة أيضا مستقلة للانتخابات. صحيح. مستقلة ما في إنسان يتدخل بقرارها، لا الحكومة ولا المواطنين. وهذه هي يعني كانت جوهر الموضوع اللي بدأت الهيئة المستقلة من أجله. طبعا الهيئة المستقلة الآن ضمن التعديل الدستوري الجديد هي التي لها الحق أن تدير الانتخابات البلدية كاملة وتشرف عليها. وهذا أنا أعتقد أنه سيزيد المشاركة الشعبية في الانتخابات، وجوز إحنا هذا الهدف يعني بالنهاية اللي نطمح له، أن يكون في لدينا مشاركة واسعة في الانتخابات البلدية، لأنه كما تحدثت أنه هذا المستوى من الحكم والمستوى الديمقراطي، وأنا بعتبره يعني بأهمية المستوى التشريعي إن لم يكن أهم، لأنه هذا المستوى هو عمل تطوعي غالبا ما يكون عمل طوعي، ويكون من أبناء المجتمع المحلي الذين يستطيعون أن يتلمسوا احتياجات الناس ويعرفوا مشاكلهم، ويستطيعون أن يحددوا الأولويات اللي موجودة لكل منطقة من المناطق. وأيضا أنت تعرفي أيضا في هناك تعديل آخر على قانون البلديات اللي هو المجالس المحلية. فأنا أعتقد أيضا كمان الهيئة المستقلة بالتعديل الدستوري الجديد
تستطيع أن تقوم أو تدير أو تشرف أي انتخابات تطلبها منها الحكومة، نعم. حتى ممكن انتخابات النقابات المهنية، نعم. ممكن انتخابات نقابة المهندسين، طبعا نقابة طبعا المقاولين، انتخابات مجالس المحافظات. نعم. فأنا أعتقد أن الأردن يعني وضع الخطوة الصحيحة والمكملة نعم للخطوة الأولى اللي بدأ فيها، اللي نعم هي برلمان نعم للهيئة المستقلة. نعم والآن الهيئة المستقلة لها كل الصلاحيات وكل نعم مطلق الصلاحية بأن تدير وتشرف على أي نعم انتخابات تجري في المملكة نعم بطلب من الحكومة، بالإضافة أنه الانتخابات النيابية والبلدية تم النص عليهم نعم نصا في الدستور. نعم فلذلك أنا أعتقد أنه إذا إحنا استطعنا في الأردن إن شاء الله بالانتخابات القادمة أن يكون لدينا مشاركة شعبية واسعة، نعم يكون في عندنا قادة محليين اللي هم إن رؤساء شاء الله البلديات وأعضاء المجالس البلدية، نعم هؤلاء القادة المحليين تغير الدور اللي لازم يقوموا فيه، اختلف عن الدور دور السابق رئيس البلدية التقليدي بالسابق وعضو المجلس البلدي. يعني احنا كنا نعرف أول كانت المدن الأردنية صغيرة، كانت صحيح تجمعات صحيح سكانية بسيطة، الآن نحن نتحدث عن مدن كبيرة ومدن مساحاتها واسعة، ازدياد عدد السكان وأعداد السكان زادت فيها بشكل لافت. يعني عندنا بعض البلديات كان عدد سكانها قبل 3 4 سنوات حوالي 70 80 ألف، الآن فيها 200 ألف و250 يعني إذا بسبب هذيك المرة كان في استضافتنا لرئيس بلدية الزرقاء، نعم، فبيحكي لي عدد اللاجئين السوريين لحالهم في مدينة في محافظة الزرقاء 150 ألف لاجئ. صحيح، يعني هذا كمان عبء على البلديات. شوفي، هو يعني قيادة المدينة، المجلس المحلي، رئيس البلدية لازم يخدم كل المواطنين اللي موجودين في المدينة بغض النظر من وين أجوا. يعني هلا فرض على هذه المدن أن يكون فيها هذا العدد بفترة زمنية قصيرة، لكن يجب أن تكون هذه المدن أيضا مستعدة لخدمة هؤلاء المواطنين. تعرف في عندنا يعني ضغط كبير على خدمات البنية التحتية، على خدمات التعليم، خدمات الصحة، خدمات الشوارع، الإنارة، كل هذه الخدمات يعني يجوز أصبح مطلوب أكثر من 5 أو 6 أضعاف مما كان مطلوب سابقا. فلذلك أنا أعتقد أنه يعني استكمالا للحديث اللي بدأنا، أنه إذا استطعنا أن ننتج مجالس بلدية قوية فاعلة قادرة على إدارة العمل البلدي، تستطيع أن تواكب هذا التطور الكبير اللي يطرأ بالمدن الأردنية، وأيضا التطور العمراني الكبير، وإحنا راح نتحدث كمان عن المخطط الشمولي، أنا أعتقد أنه يعني نكون إحنا حكمنا المستوى الأول من الحكم، ونكون من خلال هذا المستوى الجيد اللي راح يفرز إن شاء الله قيادات واعدة وقيادات تستطيع أن تخدم أبناء المجتمعات المحلية وتحدد أولويات تلك المناطق من أجل بيئات استثمارية جاذبة ومن أجل تنمية شاملة ومستدامة في تلك المناطق. أعتقد أنه أيضا راح نفرز بعد ذلك مجلس تشريعي قوي، لأنه المجلس التشريعي عادة ينبثق من هؤلاء الناس اللي هم يكون لهم باع طويل في قيادة العمل المحلي. طبعا أيضا يعني مشان أختصر، أنا عارف أنه الوقت قليل، يعني هذا أيضا يحتم على أن تكون لدينا حكومة قوية. يعني إذا كان عندنا 3 مستويات قوية، يعني مجالس محلية قوية، مجالس تشريعية قوية تلتفت إلى دور الرقابة والتشريع، لابد أن يكون لدينا حكومة قوية. هذه الحكومة من أجل أن تستطيع أن تتعامل مع المستويين اللي أقل منها، اللي هم المستوى المحلي والمستوى التشريعي. فلذلك تكتمل الحلقة، وأعتقد أنه إحنا يعني هذا النهج، نهج سيدنا الله يطول عمره، اللي بدأ فيه منذ سنوات نهج إصلاحي متدرج شامل ناجح بأمانة، نتج عنه يعني إصلاحات كبيرة ومتدرجة ومنطقية وعقلانية. فيعني إحنا هذا اللي ننشده للأردن، وإن شاء الله أنه هذا البلد يتطور إلى الأمام بإذن الله وبقيادة جلالة الملك إن شاء الله. يمكن أنا بدي أرجع كمان شوية، يعني وحضرتك كنت وزير للبلديات ولك باع طويل في البلديات في الأردن، يعني بدأت بمهندس ورئيس بلدية وتدرجت وصلت إلى وزير للبلديات ولك خبرة في هذا الموضوع. الآن كيف بتصورك أنه هل هنالك ثغرات في بلدياتنا؟ ما هي الأشياء اللي لازم أنها تتطور على هذه البلدية، وخاصة أنا بدي أركز عليها الصلاحيات المنوطة برئيس البلدية؟ نعم، شكرا. يعني في الواقع أنه أنا يجوز دائما اللي يشغل بالي كثيرا مثل هذه الأسئلة، لأنه أنا عندما كنت وزيرا للبلديات حاولت جهدي
أنه أوضح وأحدد الصلاحيات اللي مطلوبة سواء كانت لرئيس المجلس البلدي أو لأعضاء المجالس البلدية، وكان ذلك من أجل أنه يكون كل واحد بالدور اللي مناط فيه. وأنا تحدثت يجوز في البداية أنه دور رئيس البلدية ودور المجالس المحلية ما عاد كما هو في السابق، أصبح عليهم مسؤوليات وتبعات كبيرة جدا، وهذه المسؤوليات تحتم أنه إحنا بالقانون، ويجوز هذه فرصة أنك أنت تحدثت بهذا الموضوع، أنه إحنا الآن في لدينا تعديل على قانون البلديات، لأنه قانون البلديات أصلا يعني كان هو القانون اللي مخول من خلاله أنك تدير الانتخابات البلدية، فلذلك كونه أصبح في هناك تعديل دستوري وأصبح واجبا الآن تعديل قانون البلديات. والتعديل أنا أعتقد راح يكون من شقين. التعديل الأول راح يلغي كل المواد اللي كانت تتدخل بالانتخابات وتديرها، لأنه أصبحت الآن مناطة في الهيئة المستقلة. والتعديل الآخر المنشود واللي لازم إحنا نقوم فيه الآن، وأعتقد أنه صار ضرورة ملحة، أنه نطور التشريعات الناظمة للعمل البلدي، ونطور هذه التشريعات بحيث أنه نستطيع أن يكون لدينا مجالس بلدية قوية فاعلة قادرة على إدارة العمل البلدي، يستطيع رئيس البلدية أنه يعني يمارس صلاحياته بشكل صحيح وبشكل واسع. هلا احنا نعرف انه بلدياتنا في الاردن للاسف يعني انها تمر جميعها في ضائقه ماليه كبيره جدا، وفي كثير من البلديات لا تستطيع ان تقدم اقل وادنى مستوى من الخدمات المطلوبه. لكن بالتشريع احنا نستطيع ان نقوي الدور اللي يجب ان تقوم فيه البلديات، وهو اصلا كان دور يعني مناط فيها سابقا، لكن يعني مع على مر تعديلات جرت سابقا تم اخذ بعض الصلاحيات من البلديات، وعلى اثر ذلك اصبح دور البلديات يعني اقل واضعف مما كان عليه سابقا. لكن بأمانة يعني إذا ما قويت البلديات ما استطاعت أنها تقوم بالدور اللي مطلوب منها، لأنه أنت تعرفي أنه كل شرائح المجتمع الأردني بكل طبقاتها تحتاج خدمة البلدية طبعاً. ويعني زي ما يقولوا الإنسان من المهد إلى اللحد لازم يكون له علاقة مع البلدية، فلذلك أنا أعتقد أنه هذا شيء مهم اللي تفضلت فيه، أنه نطور هذه التشريعات، نوضح صلاحيات رئيس البلدية بشكل أوضح وأوسع. طبعا هي الصلاحيات يعني مفروض رئيس البلدية يمارسها، يعني ما بده ناس يكتب له إياها لأنها هي عمل يومي، لكن أيضا صار في هناك تداخل في كثير من القوانين، فلذلك لابد من توضيحها، ولابد من تقوية التشريعات التي تشجع القطاع الخاص لأن يقوم بعمل مشاريع في طبعاً البلدية طبعاً. إذا ما كان هناك شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والقطاع العام، وما كان في بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص لإقامة مشروعات في البلديات وفي محافظات المملكة المختلفة، صعب جدا أن نوصل للتنمية الشاملة، وصعب أن نخلق فرص عمل لأبناء تلك المناطق، لأنه الشغل الشاغل الآن بالأردن الفقر والبطالة. البطالة إذا ما كان عندنا مشاريع منتجة ومشاريع كبيرة تكون يعني تتناسب مع ميزة كل محافظة من المحافظات، واللي احنا راح نتحدث عنها بالمخطط الشمولي، فأعتقد انه يعني احنا نوصل لحكم محلي راشد وحكم موازن ان شاء الله. ان شاء الله. يمكن انا معي دقيقتين، ضل معي ابو عبد الله، فبدي اسال عن المخطط الشمولي لعمان، هذا موضوع كثير بهمنا، وخاصة انه حضرتك اشرفت عليه وعلى ما اعتقد قدمته امام جلالة الملك. نعم. مزبوط معلومتي. نعم. فالان المخطط وين صار؟ يعني هو بس تصحيح انه المخطط الشمولي اللي انا قدمته هو كان ل البلديات وكان جزء منه أمانة عمان، لكن هو كان لبلديات المملكة بشكل عام. في الواقع أنه هاي كانت موضوع المخطط الشمولي أتى بتكليف ملكي سامي أنه نقوم بعمل مخططات شمولية لكامل بلديات المملكة، لأنه كان في هناك اختلاف كبير بالخدمات اللي تقدمها بلدية لبلدية، وأيضا في اختلاف بالتطور العمراني، وفي اختلاف بالمنظر العام. يعني جلالة الملك كان يقول يعني أنا ليش أشوف بلدية ويعني ممتازة وبعدها باثنين كيلو في هناك بلديات مدخلها كله ورش حداد ورش تصليح ومناجر، فمداخل المدن يعني كانت الشغل الشاغل لأن هي اللي تعطي الانطباع. فلذلك احنا بدأنا بعمل مخططات شمولية لحوالي 55 بلدية في المملكة، وبدأنا أيضا وأمانة عمان أيضا قامت بوضع مخطط شمولي. هل صحيح أنه المخطط الشمولي في كثير من الناس تختلف في الاجتهادات حول هذا المخطط الشمولي؟ أنا أعتقد أنه المخطط الشمولي هو خطة عمل لأي
منطقة ل 15 سنة أو 10 سنوات تتجدد وتتحدث كل سنة يعني ممكن، لكن هي الخطة الوحيدة اللي تخلي الأشخاص القائمين على تقديم الخدمات والأشخاص اللي قائمين على تحديد الأولويات أنهم يضعوا موازنات على مدار سنوات طويلة وينتج عنها مشاريع، هذه المشاريع تكمل بعضها البعض وبالنهاية تعمل نهضة عمرانية وتطور كبير في كل مناحي الحياة ولساكني تلك المدن. فلذلك أنا أعتقد أنه ويعني كونه جلالة سيدنا كان مهتم جدا في هذه المخططات الشمولية أنه بالفعل توضع هذه المخططات موضع التنفيذ ويستكمل العمل فيها، وأيضا أنه إحنا نستفيد من المخططات الشمولية اللي وضعناها بالسابق، لأنه في بعض البلديات يعني أضرب مثال مثلا بلدية الفحيص لما مشيت على المخطط الشمولي تضاعفت موازنتها 3 أو 4 مرات وأيضا استطاعت أنها تتطور أفضل، وكذلك الكثير من البلديات. يعني أنا سقت مثل بسيط لأنه قريب على العاصمة ويجوز إحنا دائما نمر من تلك المنطقة ونشوف قديش التطور اللي قاعد يصير فيها. طبعا في بلديات كثيرة تطورت بنفس المستوى وتطورت بمحافظات أخرى بعيد. لذلك أنا أعتقد أن المخطط الشمولي هو خطة عمل لابد من أنها تكون موجودة وتنجز وتنجز بالشكل الصحيح وتوضع موضع التنفيذ بحيث أن هذا التطور المستقبلي يستمر ويكون متدرجا أيضا ويتراكم بحيث أنه بالنهاية يعطينا مدن أردنية باللي إحنا ننشدها إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بدي أشكرك معالي أبو عبد الله وبدي أشكر حضورك في هذا الصباح الباكر، وزي ما حكيت في البداية هذا الأردني المنتمي فعلا، لأنه إحنا يمكن مواكبين معاك من أيام سنوات طويلة. فأمنياتنا لك بالتوفيق وما عرفناك إلا المنتمي لأرض هذا الوطن. شكرا لحضرتك الوزير الأسبق وأيضا سعادة العين المهندس شحادة أبو هديب، شكرا لحضورك في هذا الصباح الباكر. أهلا وسهلا. يحمي هذا البلد.